بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو السريع سنقوم بشرح بسيط لعملية إرسال الواجب البيتي الهومورك عن طريق المودل. بالبداية يفترض أنه الطالب أكمل الرسم مالته باستعمال برنامج أوتوكاد، وقام بحفظ الملف في مكان بالحاسبة مالته في بارتيشن معين في فولدر في الحاسبة في جهاز الكمبيوتر الخاص به. طبعا المفروض يكون حافظه بامتداد DWG الملف وبنسخة أوتوكاد 2013 أو أقدم. بعد ما الطالب كمل حفظ الملف يفتح الموديل، حساب الموديل مالته حسب اليوزر نيم والباسورد اللي طوحيه بالكلية المعطى بالكلية، ويطبع المقررات. عندنا مقرر دراسي اسمه Computer Aided Graphs 21. أوكي. من يدخل على هذا المقرر الدراسي راح يلقى بالبداية عنده homework. هاي homework مكتوب، ينقر على homework، ينقر homework، راح يطلع لهاي النافذة. هنا نقول لحالة تسليم لا توجد محاولات، حالة تقييم لا لم يتم التقييم. بالأسفل أكو إضافة تسليم، إضافة تسليم. هنا ينقر الطالب على إضافة تسليم، راح تطلع على نافذة جديدة يريد المسار الموجود بالملف. طبعا هنا ملاحظ مكتوب يجب أن يكون ملف نوع ملف أوتوكاد امتداده DWG ومحفوظ بنسخة أوتوكاد 2013 أو أقدم. إحنا الطلاب عن طريق هاي النافذة الطالب يجي يختار ملف. هذا هنا يشوف العفو أضف، هاي هنا أضف أو بالإنجليزي add. زين، طبعا هناك كلمة أضف تسليم بالبداية إذا بالإنجليزي تكون مثل submit أو add submit. هنا فيجي على هاي الطالب ينقر عليها، راح يطلع على هنا هاي النافذة، يختار من عندها choose file، ينقر على هاي النافذة choose file، راح يصير يطلع له يريد المسار، مسار الفايل اللي اختاره. هنا يقول له يعني بأي مكان بالكمبيوتر، مثلا سأني فرضا خليته بالدي او بسطح المكتب، باي مكان خليه. اجي اختار المكان مثلا بالدي، مخليه بالدي، مخلي ملف اسمه مثلا سميته AutoCAD Homework 1 Folder AutoCAD Homework 1. هذا الملف مالتي انقر عليه، اقول له Open. اوكي، هنا اتاكد هنا صار اسم الملف، عفوا اسم الملف homework حيدر علي هذا DWG. اقول له حمل الملف، حمل هذا الملف. اوكي، بعدها اقول له بعد ما شفته كمل تحميل الملف، طبعا اتاكد انه كمل تحميل الملف. طبعا الملف الاوتوكاد برسوماتنا البسيطة يكون يعني حجمه قليل جدا وتحمل بسرعة، فتقول حفظ التغييرات. الان تم التسليم، هنا مكتوب مسلمة للتقييم، لم يتم التقييم، الآن تم التسليم. أوكي، هاي كمل التسليم الآن. أوكي طلاب، شكرا جزيلا. طبعا العفو طلاب، إذا الطالب مثلا الحاسبة مالته ما متصلة بالإنترنت، يعني الحاسبة الموجود بها برنامج أوتوكاد منصب الأوتوكاد ما متصل بالإنترنت، بإمكان الطالب أنه ينقل الرسم مالته للموبايل، ينقل الرسم الفايل ينقل للموبايل، ويفتح الموديل من الموبايل ويحمل الملف من الموبايل. شلون كيفية عملية نقل الفايل الأوتوكاد من الحاسوب إلى الموبايل؟ عن طريق عدة طرق، أبسط طريقة عن طريق الكيبل. هذا الكيبل اللي USB كيبل يوصله، إذا مثلا كان الموبايل مالته أندرويد
يوصله وبكل بساطة ينقله. إذا كان أبل يحتاج إلى تطبيقات حتى ينقله مثل آيتونز أو غيره، ينقل الملف للموبايل وبعد ذلك يفتح الموديل بالموبايل ويحمل الملف بنفس الخطوات عن طريق الموبايل، أو يبث من موبايله، يعتبر موبايله مثل الراوتر، يبث للحاسبة وبالحاسبة يجي من هذا المكان، يجي يعني يكنك على الموبايل على الشبكة اللي جايبتها الموبايل، ويربط الحاسبة بالإنترنت ويدز الملف. أوكي طلاب، شكرا جزيلا.